السنوات والأعقاب أقدم خلاصات. لو تم الإشارة في البداية أن تاريخ القوة المسلحة مقصود به من الأساس تصدي المغاربة والأهالي بالمجاهدة والقتال لوجود العسكري الإسباني خلال فترة زمنية حساسة في تاريخ المغرب وهي فترة الاستعمار في بضعة القرن العشرين. الاستعمار بشكله الحالي الذي تعرضت له البلاد في خلال الفترة ما بين 1911 و1959. لابد من الإشارة كذلك فهذه الورقات تحاول أن أتناول فيها تقريبا محورين. المحور الأول هو إشارة حول الاحتلالات العسكرية للمنطقة للعرائش ونواحيها، ثم المحور الثاني وهو طور نسبيا وهو المقاومة المسلحة بمراحلها وتقسيماتها. لابد أن نشير في البداية أنه تزامنا مع احتلال الفرنسيين لفاس في ربيع 1911 بمدان قبل فرض الحماية كمعاهدة اتفاقية رسمية 30 مارس 1912 بدأت الاحتلالات العسكرية للمغرب. فرنسا تحتل العاصمة قبل فرض الحماية. في نفس الوقت إسبانيا تساهم وتسابق الزمن لوضع يدها على منطقة مهمة جدا وهي منطقة القدس. ففي نفس هذا التاريخ بماذا في بداية يوليو 1911 الإسبان يتوجهون بفرقة عسكرية تحت يعني قيادة الكولونيل سيلفيستري في فرقة عسكرية تسمية جندي تمكنت من احتلال المدينة بالأقل من الميناء، ثم توجهت في اليوم الموالي لاحتلال قصر كبير. الأمر يؤكد مسألتين أساسيتين: ضعف المخزن الحفيظي، ضعف الدولة المغربية التي كانت شبه منهارة آنذاك. المسألة الثانية وهو كذلك حتى مقاومة الأهالي تقريبا فيها، كذلك التفوق العسكري الإسباني، مسألة الثانية والمهمة جدا. التوسع الإسباني توسع خلال الفترات اللاحقة اعتبار أن مجموعة من المراكز المهمة التي تكون محيطة بالعلائش تم احتلالها خلال الأشهر الموالية. مثلا من مركز رسالة مهم جدا موقع استراتيجي كانت تجتمع فيه قبائل المنطقة تم احتلاله في بوش 1911. نفس الأمر بمركز بنت اليمالي بمعنى في نفس السنة. ننتقل إلى المحور الثاني وهو المهم جدا وهو المقاومة المسلحة بنواحي العلائش خلال هذه الفترة الزمنية. كنت في البداية بعد نشر المرتبة في التواصل كنت سأركز فقط في الحديث عن المرحلة الأولى بمعنى تلقي المقاومة المسلحة بالعلائش، ولكن أردت أن أتناول كل المراحل وكل فترة منذ بداية المقاومة يعني في 1912 إلى تقريبا نهاية اليوم، ولكن ركزت على المحطات المهمة جدا التي شهدت منهجيا. يمكن تقسيم المقاومة لنواحي العلائش إلى أربع فترات أو أربع مراحل أساسية. يعني هناك محددات مهمة جدا جعلنا نقسم منهجيا رغم أن المقاومة استمرت ولم تنقطع، ولكن منهجيا هناك محددات موضوعية تفرض نفسها بشكل كبير. سنقل منها ما هو محلي أو ما هو خارجي ودولي. بخصوص المرحلة الأولى يمكن القول أنها امتدت من فبراير 1913 إلى نهاية السنة الموالية أي ديسمبر 1914. هذه المرحلة هي الأهم وهي التي شهدت انطلاق المقاومة المسلحة، شهدت أوج المقاومة في هذه الفترة بصفة عامة، وبدأت باجتماع أهالي المنطقة أهالي نواحي العلائش في قرب ضريح القطب الروحي الكبير بني عبد السلام المشيش. هذا القطب وهذا الضريح كانت تجتمع فيه القبائل على تلك تاريخ المغرب في المحن وفي عندما تحل الكوارث في هذه المنطقة.
التجمل وقع في فبراير 1918 وحضرته مختلف القبائل الجبلية والعقية والخماس والساحل وغيرها. وتم الاتفاق على تولية شخصية معروفة بالمنطقة، شخصية تحظى باجتماع القبائل، وهي الشريف محمد بنت بن حسن المعروف بشريف زنزات. جميع القبائل بايعته أميرا للجهاد في هذه المنطقة وتنفيذا لتوصيات هذا التجمع، ويمكن تجمعا أن نسميه مؤتمرا. بدأت العمليات الجهادية الأولى بالمنطقة، فالقبائل دائما كانت تجمل أبنائها تحت إمرة زعيم القبيلة تحت ما كان يسمى بالمناوم، بأن هناك تلاعب بين أبناء القبيلة للقيام بالجهاد، للقيام بالتضييق على المراكز، مراكز تواجد الإسبان بالمنطقة. كذلك يمكن القول بأن هذه العمليات استهدفت مجموعة من المراكز الإسبانية على طول التواجد الإسباني بالأخص في تطوان والعرائش، واستمر التعبئة وسط القبائل خصوصا في ماي 1918 عقب مؤتمر آخر للمقاومة بمنطقة الفحص. في هذه المرحلة سيبرز زعيم آخر للمقاومة هو الشريف قايد ولي المدني السوري. رغم ما كتب عنه، رغم هذه الشخصية محطة خلاف كبير من الباحثين والدارسين، ولكن ورود الرسومي كمقاوم للوجود الإسباني انطلاقا من هذا التاريخ، باعتبار أن القبائل قبائل المنطقة سوف تبايع زعيما للمقاومة والجهاد ابتداء من هذا التاريخ. وكذلك سوف تتأجج المقاومات بنواحي مختلفة وتبدو أكثر تنظيما بمجموعة من انطلاقا من المعارك التي تشهدها، يعني المناطق المحيطة بالعرائش، سواء بني درفانت أو بنتي ديامالي وغيرها. أكيد سوف أعالج على مناطق أخرى مهمة ومحددات أخرى، وهي المحطة الثانية عرفت فيها المقاومة أفولا مع الحرب العالمية الأولى، ضعفت بشكل كبير المقاومة باعتبار أن الإسبان تفرغوا لمشاغلهم الأوروبية، لكن بعد نهاية الحرب العالمية الأولى المقاومة سوف تتصاعد من جديد على اعتبار عدد الهجمات، عدد الخسائر التي تكبدها الإسبان. لكن المرحلة الأخيرة، المرحلة الرابعة، هي التي تقريبا انطلقت مع انتصار ابن عبد الكريم الخطابي في معركة ألوان، وبالتالي انتحار منطقة جبالة ومنطقة الغط بالمقاومة الريفية، وبالتالي الشمال كله أصبح منطقة مشتعلة، وحققت فيها الأهالي والقبائل المحيطة بالعرائش انتصارات مهمة على غرار ما حققه الريفي. ما يمكن أن أؤكد عليه أن نص هذه المداخلة سيكون على إشارة باحثين وعلى إشارة مهتمين، وهو طويل نسبيا 30 صفحة بالهوامش والإحالات. أنا قدمت فقط هذه القراءات نزولا عند رغبة المسير، أكتفي بتقديم هذه الإشارات المهمة، وهو أن المقاومة عرفت أفولا وعرفت ازدهارا وقوة وتوهجا. وممكن تأكيد عليه في الأخير أن منطقة العرائش فعلا احتضنت خلال هذه الفترة التي تكبد فيها السلطة الإسبانية خسائر كبيرة، كذلك ساهمت بشكل كبير في هذه المرحلة في 1925 برجالاتها، بقبائلها، بأهاليها في هذه المنطقة الحساسة جدا. أكتفي بهذا القدر وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.